طيب، صخرة الدفاع ونجم الكرة المصرية طبعا وصاحب الرصيد الطويل بالبطولات الكابتن وائل جمعة، نفس الرسالة وبإطار مختلف شوية في إطار التوعية من خلال برضو آس العربية. قال رسالة مهمة جدا لكل مشجعي ومتابعي كرة القدم في العالم. خير. كورونا مرض العصر حاليا، والمرض الفتاك اللعين اللي بيحصد أرواح ناس بريئة، ناس ملهاش أي ذنب في أي شيء. دورنا في المجتمع إن احنا نساعد الدولة ونساعد الأجهزة المختصة على القضاء على الفيروس ده من خلال الابتعاد عن التجمعات والابتعاد عن الأماكن اللي فيها زحام. الجلوس في المنزل لمدة أسبوعين أو 3 هيحفظ أعمارنا ويحفظ أهالينا ويساعد إن احنا نقضي على المرض ده بشكل سريع، أفضل ما ننتظر شهور وسنين وبنشوف قدامنا أحبابنا والناس اللي بنحبهم والناس العزيزة علينا بيتوفوا قدام عينينا. فنساعد ونكون إيجابيين بالابتعاد عن التجمعات والابتعاد عن الأماكن اللي فيها زحام شديد، وجلوسك في بيتك يعني حماية لنفسك ولأسرتك والمجتمع بتاعك. فنتمنى السلامة للجميع. شكرا. اهلا بحضراتكم من جديد. برضو كلام مهم جدا من اولا كابتن الصخره وائل جمعه. وحشنا، وحشنا يعني جدا. وحشنا جدا الصخره كابتن وائل بذكرياته الجميله بانسانياته المتواضعه، رسالته واضحه جدا وهو جد في كل حاجه. كابتن وائل جمعه جد في كل حاجه، يعني رسالته واضحه ورسالته جديه لكل الجماهير وكل الناس، فاتمنى ان الحاجات توصل ناس، وبجد الحاجات دي يعني تأثيرها كبير طبعا. انا بس برضه عايز كل النجوم ياكدوا على الناس، بلاش يا جماعه الافراح الزحمه وبلاش الحاجات الزحمه وبلاش، لان في صور كتيره قوي بنشوفها في الايام اللي فاتت دي صعبه جدا جدا جدا، بتحس ان في ناس معزوله عنك، يعني كل اللي الدوله بتعمله وكل الاعلام بيعمله وكل الناس بتعمله وانت برضه لسه بتنزل وعامل زفه في الهرم وعامل زفه في البحيره وعامل زفه هنا وشوارع مليانه بالناس. يا سيدي خلي الناس بدل ما تقلبها انك تخلي الناس تفرح، والله العظيم يعني بجد اعرفوا افرحوا، يعني خلاص ناس بتتجوز الاثنين يفرحوا بشكل كويس، يحافظوا على اسرهم بشكل كويس، يحافظوا على اصحابهم، لا هيزودك ولا هيقللك فلان حضر صح ولا لا ولا الزحام بدل ما تحصل مشكله كبيره. بس هي الفكره انك مهما طبعا الدوله قالت والحكومات اشتغلت والتدابير الاحترازيه الكل خدها، بس لعيب الكره تحديدا لما بيقول رساله للجمهور، عارف انت المشجع دايما ليه قدوه، طبعا لعيب الكوره ده قدوه بالنسبه له. ما كانوش العالم كله سمى لعيبه الكوره وسمى المؤثرين دول القوه الناعمه، كلمه القوه الناعمه دي ده مصطلح خطير جدا صح، فبالتالي بينطبق على لعيبه كره القدم اللي بتادي بهذا الشكل. طيب واحنا